بالنسبة للأجواء ديال عاشوراء الأجواء ممتازة بحال دايما. بالنسبة للأثمنة الأثمنة مناسبة. بالنسبة للإقبال إقبال كاين شوية كاين إقبال كاين فرق شويش بالنسبة للكورونا نقص الإقبال شويش ماشي بحال كورونا ماشي بحال قبل كورونا. قبل الكورونا كان اقبال طبيعة الحال بالنسبه للكورونا كان كيكون اقبال ناقص شويش. تقريبا اكثريه بقى في الثمن ديالو الثمن دائما اللي تزاد هو دابا بحال بالنسبه للكوكو برازيل هو اللي تزاد شويش. اما بالنسبه للفواكه اخرى كلشي بقى الثمن ديالو بحال دائما. لا ما تغير والو بالنسبة للأجواء في أجواء ممتازة أجواء مزيانة كاين الحلوة فهمتي. بالحق أنا نقول لك ماشي بحال قبل كورونا ودابا فهمتي كيكون الفرق. واخا ماشي ود المنطقة وإنما عايش الفرق بيناتهم ما كانش الفرق تقريبا بحال ما كانش الفرق نورمال. كنشكرهم تحياتي لهم مرحبا بهم اي حاجه بنتي بارك الله فيك. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.